أعلن المدرب السعودي هارفي رونار قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي فيتنام وعمان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي تغريم نادي الهلال بمبلغ 45 ألف ريال لعدم التزام لاعبيه في الدكة بالتباعد، كما غرمت رئيس النادي بمبلغ 20 ألف بسبب نزوله بعد نهاية المباراة إلى أرضية الملعب. أعلن الاتحاد الاستغناء عن خدمات مدربه البرازيلي فابيو كاريلي على أن يستلم المدرب الوطني حسن خليفة مؤقتاً. نبقى مع أخبار الاتحاد، حيث أشارت تقارير صحفية توصله لاتفاق مع محترف الوحدة السابق الفرنسي يوسف نياكاتي للانضمام إلى صفوفه، كما أشار وكيل أعمال لاعب النصر عبد الرحمن العبيد إلى اقترابه من الانتقال إلى الاتحاد بانتظار موافقة النصر على بيع المتبقي من عقده. وقع نادي الحزم رسميا مع لاعب الوسط المحترف البرازيلي أليسون لوبيز قادما من سانتوس البرازيلي. أظهرت الأشعة إصابة لاعب الاتفاق محمد الكويكبي بتمزق في عضلة الفخذ ليبتعد على إثرها لأربعة أسابيع. أكدت مصادر صحفية موافقة إدارة الوحدة على إعارة المحترف البرازيلي أنسيلمو إلى نادي الأهلي. إلى أخبار الكرة الإماراتية، تعاقد شباب الأهلي مع الدول الإيراني مهدي قائدي لمدة 5 مواسم قادما من نادي الاستقلال. أعلن الجزيرة حامل لقب الدوري تعاقده مع الجناح المالي عبدالله ديابي قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي. نرحب بضيفي.